الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ربنا إذا أنت عيان تنادي الله البشفي، الله البرزق، الله البيد الجنة، الله البنزل الحجر. الصوفية شالوا حقوقك، نخليهم في شنو؟ انت ما تدافع حق الله ده؟ دافع عن حق الله تجي تدافع عن البرعي؟ البرعي عنده شنو مع الله؟ عنده نجمة واحدة هنا؟ عنده الأرض دي فيها متر؟ عنده فيها جبل؟ ها؟ ربنا قال سبحانه وتعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل فاتخذتم من دونهم أولياء؟ قل فاتخذتم من دوني أولياء؟ لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر. تدافع عن البري قولوا لي نفسه ما بيقول لك حاجة، أسي ما مات خليه ينقذ نفسه من ملك الموت ده. تدافع عنه زول بقى عظام، أفتح قبره كيس كيلو ما يملأه، أمشي أفتح قبر الكباش كيس كيلو ما يملأه. ده تنادي مع الله بقى الرمة مدفون تيت في الأرض دي يا أخي، قبره ده حق الله؟ ها؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ عشان كده بتكون ضال يا صوفي. طب تلعب ولا شنو؟ ما دار القرآن ده؟ الآية دي نوديها وين؟ الآية دي نوديها وين؟ فهمت؟ فهمت؟ الناس عشان كده يا اخواننا سبب الضلال في البلد دي ديل منو ديل؟ ها؟ ديل الصوفية الشيعة. قلنا ما دايرنهم، طردهم برا البلد. ليه؟ عشان كانوا بينادوا يا حسين يا حسين. قلنا ذا الكفار طلعوا برا. ها طيب والصوفية البنادوا البرعي ديل والبنادوا الصايبية والسريب الحيل وحمال الحمايل ديل منو ديل؟ ويناسب شرع ان شاء الله راجل مرة عليك شرع بديك راجل مرة من وين؟ ها الله اللي بيديك يا غزالي، الله يا اخ، الله القادر يا في الكون ده. الكون ده حق منو؟ عشان كده الصوفية علقوا الناس بمشايختهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا عباد الله اتقوا الله عز وجل وارجعوا لكتاب الله وسنة رسول الله، وصلى اللهم على محمد رسول الله.